كلشي، وداك الكرسي عاوتاني ديالو اللي كيجي في الطوموبيل لاصق لوراه مخليكم معانا باش نمشيو نشوفو معانا شي حاجه مزيانه اللي في المستوى ان شاء الله. تبارك الله عليكم، وكنتمنى يجي لكم التصوير مزيان لان كيبان بحال التصوير مضبط شويه. معليش منين انتم عارفين حنا لداخل دابا كنخرو لنا شي مع الاضاءه وداك الشيء. هاي 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 شوفوا عيش درحت بالصالح نفس البقات كيعمر دابا بزاف تبارك الله كيدخلوا الناس بزاف حتى في الطوموبيل او عنده الرابطه ديالو كيف كيتربط في الطوموبيل. كون مثلا شي وحدين اخرين اللي بحال شوفي ما تبيع صنع هذا اللي يقول لك سيدي هذا اللي زاد ديك الرانج دراجتك نعمل وليد وقيلا في السواد كيف اللي شكل هذا واعر هذا اغلاهم يعني ما كيجيبوه حتى كي شوف عنده واحد البطون هذا نتاعي هنايا شوف هذا واحد عايز يسوي كورو قدامي وهذا كيفاش جا عاوتاني كيفاش مخدوم وكاين ديال الجزء الاخير شي ناضي هنايا عندهم تبارك الله. انا صراحه اول مره كنشوف شي مكازا اللي واعر هذا الشيء هذا ما كنتش على الله والله العظيم. شحال المكازا شفتهم كيتباعوا فيهم الكوتشيات وهذا الشيء بالعيال ولعبوا بزاف ديال الحوايج وهذ الكونات، ولكن المكازا هذه صراحه بدون مجامله ولا شي حاجه واعره. لا تنسك روح السيده هذا الشيء اللي جاوتني صراحه تحية الهاجر واش يعطيك سميه بالمحل الاصيله؟ لا والله هي دابا انا ما عرفتش بان نفس المحل هي جات لينا تخطط لي شي حاجه. المهم انا نوريكم السميه ديال المحل من برا حنا ما قلناش علاش ما عرفناش السميه ولا فين جا حتى نعملوا له اشهار سيدي بابورهان تي الطاطران نعملوا لك سيدي شرطه اللي عندك المليح هنايا قاضي مصيبت هاهو كتشوفوا هاهو هنا حنا محكمه الاستئناف الولايه معروفه هنا محكمه الاستئناف صراحة عامل لي شي واعر والله يستحق الإشهار الله يسهل عليه. شوفوا ويصل دخل فيه هنا عاد كتشوف شي حاجة هنا هاد بس بخير هانية صحة عشرك مبروكة الله يحفظك كتبعنا انت؟ انا متتبعة ديالكم صحة والله العظيم انا متتبعة شكرا لك شكرا عامل معكم واحد مكاين عندنا والله العظيم جيتو احسن مكان ياك بعدا والله حدا اسكت لا قلنا شي المشاهدين حتى نمشيو للدار عامل معكم واحد الدورة عاوتاني المشاهدين تشوفوا شنو كاين هنا هادي خاصنا اللي يجبد لك ويفرغ شويه ويوري لك شي المعده كاين بياسه من الزرافه هنا ما تعرفهاش كيفاش الكاليتي ديالو شنو هي خوتي كي اجي اجي من هنا قلت لك هذه ديال نفس المونيكو نفس هذه الماركه ديال نفس
الصراحه والله الا عندكم شو والله الا شيء الا عندكم خاطر انا يا انا بارني شو والله الا اول ما عمرت شفت شي محل بحلال كل شيء على الله والله عندكم هذا الشيء تبارك الله الا خطا خاص اللي يشرح لك اسمح لي نقول لهم كي قبل العين وكيرجع من 5 سنين 7 سنين 6 سنين هنا فوكيتا هنا وديروا ديال راه هادي شي واش نجرو ولا هذه هذه كامل ما كنمشاو شي فيو شي حاجه ديال هذا راه من بعد كي تفتحوا لنا شي كنوقف ماشي كنبقى مع زايد فهمتي هذه عاود نفس المنظر الكوموده ديالها ها هي راه كترجع كامل وجوج ديال الكوكيتات وديروا الكرايب العين اللي كيوصل لواحد اش بغيتك عادي شي خاص يشرح ويجي هادي باش الحاله كتبان اما هي كونا ما عاد عرفش التفاصيل اللي ما بعد الكون الله ما عندنا ما نقولوا صراحة هادشي اللي هنايا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله هيا خواتي هادي شتي باش كتبان شوف هادي شي بيا ويصلب لها عطيك بدك فيها عندك خلي عندك لا يسمعوني من بعد شوية هادي مرة واحدة غير موت الله كارطونة ديالو قداش كاتجي هنايا فيها مجموع كلشي هنايا انا بعد قسمهم بالله الى حمقني لا كنت لا كنت هي زعما الصراحه اول مره صراحه والله خلو الناس تبارك الله الجاليه عاودوا كيدخلوا مجرد تبارك الله ليه عندكم ما بيكون في بلادكم على سلامتكم الجاليه حفله بلاص تبارك الله يوم فيلا صور ودابا مرتل شوف بداية شهر 7 وتشوف شحال عامرة بين 1-10 يوم 12 يوم فمرتل ما جبر شي فين تحرك الطوموبيل هنايا صاب كل شي بلا كيرجع تسيب اللي برجع على هذا عامرة مالك الله يطول في عمرك هنا عايد هنايا هو عائلته كامل عايدوا هنايا انا مرتل باش كنعجبني تبارك الله ماشي غير مرتل الشمال كامل إلا حصلت الشمال واش كيعجب الناس نقول لكم معلمين الشمال اللي كيعجبك فيه هو ان النقاء النقاء تبارك الله ملي كتجي للشمال اقسم بالله الا كتحس براسك كانك في اوروبا ماشي في المغرب تبارك الله اللهم لا اسمح لي ماشي قال فيما مشيت لا ماشي فيما مشيت كاين شي مدن في المغرب تبارك الله واعرين مزيونين تدخل ليهم يعجبك تسارى فيهم وسياحيا ولكن ما كيعطوهمش واحد الاهتمام اللي يستحقوه واحد العنايه اللي يستحقوا مع الاسف هذا المبرر اللي كنحيي هذا العامل اللي قايم بالواجب ديالو حتى الوالد الجهه عاوتاني كنحييه تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه نتمنى لو كان جميع المدن في المغرب نقيم ومصلوحين بحال الشامل بسم الله تبارك الله زعما كاين ما يتشافوا النقاء الامان الكريساج ما كاينش الخوف يجوا عندنا الزوينين اللي هنايا الناس حقيين تبارك الله حتى تلعب ثاني تبارك الله الناس بلاتي واحد السؤال قالت لها مولاتي من قلتي انا كنفكر نمشي نستقر في اوروبا كيقول علاش شنو هو السبب كلشي كيقول لك عافاك اخويا علي بغينا السبب كاين بزاف ساعرفوا ان شاء الله ماشي دابا حتى حين الوقت تجي ديك الوقت اللي ساعرفوا شنو هو السبب ان شاء الله يا رب الحاجه كتجي مع الوقت ديالها دابا حنا راحنا وصلنا للدار باش ان شاء الله نفسخوا هذه الكرتونه هذه وغنركوا معكم الكوتشي قررنا كي جاكم الكوتشي ديال محمد علي كي جاكم من العربه تبارك الله هادشي واعر صراحه ضمتوني عندكم الذوق واعر كيبان ماشي كاي كوتشي عادي كيبان كلاسيك هاك يا سيدي بالصحه والراحه يلا هادي تكمل صافي يا بنتي مشات من الشاحه صافي يا بنتي خصك الكوتشي غادي نجيب لك الكوتشي عرفتي بابا صافي يا بنتي مشات من الشاحه
ما كتشوفو دابا تقول لنا كي جاكم الكوتي باش ان المحمد